ماشي انا بدك شي حبيبتي؟ لوين يا ميسر؟ لوين يعني على السهرة؟ عمران انت مانك ملاحظ انك زودتها شوي يعني؟ وبشو زودتها بقى؟ بقصة السهر يعني مو معقولة كل يوم تتركني هيك بين اربع حيطان لحالي وتروح تسهر مع رفقاتك وتلعب شدة. وليش بين اربع حيطان بقى؟ عندك 100 وسيلة تسلية بالبيت، تلفزيون عندك، فيديو عندك، دش ديجيتال مع كروت مزورة لفك الشفرة عندك، يعني بدال 50 محطة صار يطلع عندك 200 محطة، انفزرتي محطة. صحيح، بس كلها تقرب من بعضها. بعدين هاي الكروت المزورة ما عادت عم تشتغل منيح لأنه ما بتشوف إلا الصورة، راحت على غفلة وبعدين رجعت. طالما هيك ليش ما بتسلي حالك بشغلة تانية؟ شوف عمران، أنا إنسانة من لحم ودم ومشاعر، يعني من حقي إحكي واسهر واخذ واعطي مع العالم مثل ما بدي. يعني انت بتشوفها معقوله بالله كل يوم تتركني وتروح تلعب شده وتسهر مع رفقاتك وانا قاعده هون لحالي بالبيت؟ اي مو معقوله منوب، زينه بعقلك. ولك يا حبيبتي يا رغده اسمعيني وفهميني منيح مشان الله، ما في رجال ما له سوسه. شيء له سوسه بالارجيله، شيء بالشده، شيء بطاوله الزهر، شيء بالرياضه، شيء بالشطرنج، شيء بالحكي والدس على العالم ورمي البلا الى اخره. أو بالمقابل في رجالي بيلحقوا لك السوسة العاطلة، يعني هذا اللي بيلعب قمار، وهذا اللي روح قلبه النسوان، وهذا اللي بيشرب السم الهاري وبيخمر. بأحمدي ربك إنه أنا مالي سوسة بهالدنيا غير لعب الشدة وللتسلاية. ها للتسلاية فقط أوعك، يعني في براءة بالعملية، ما في مراهنات وشروطات. إيه ما اختلفنا، ما حدا قال لك لا تلعب شدة. إيه بس مو كل يوم، يعني مرة بالأسبوع، مرتين، ثلاث مرات، بس مو نعملها شغلتنا وعملتنا. طيب مو احسن من الحكي بالسياسه؟ هلا يا نحكي بالسياسه يا نلعب شده، يعني ما عندك ولا وسيله ثانيه تعبي وقتك فيها؟ مثل شو مثلا؟ يعني مثلا ليش ما بنروح نتعشى انا وياك بشي مطعم؟ ولا هالشي ما بيخطر على بالك منه؟ لا بيخطر، ليش لحتى ما يخطر؟ بس انا ما بحب الروحات للمطاعم، وبصراحه فيها دفع مصاري كثير. طيب حبيبي بلا مطاعم، منروح انا وياك بنسهر عند شي حدا من قرايبيني. هلا هذا اللي طلع معك؟ اي بدون شي، انا قلبي مالي من المجاملات والاخذ والعطاء مع الناس. اوكي، منروح لعند حدا من قرايبينك. كله اضرب من بعضه، يعني فكرك كتير قرايبيني انظم من قرايبينك. طيب بلا ما نطلع من البيت من عين اصله، نسهر انا وياك هون لحالنا بالبيت، ولا خلص انا ما عاد ينسهر معي. ولك ليش هيك عم تحكي يا روحي؟ انت اللي بنسهر معك والله، ومشان اثبت لك حسن نيتي راح اعتذر عن سهره بكره واسهر معك بالبيت. ارتحتي هيك؟ ليش بكره؟ ليش مو اليوم يعني؟ لا والله اليوم صعب كتير. وليش صعبه بقى؟ لانه اليوم واعد الشله ومو حلوه اتاخر على موعدي، مو حلوه. ايه مو مشكله، فيك تعتذر بالتليفون. لك لا، شو اعتذرت الثانيه؟ اليوم بالذات ما بقدر اعتذر. ها وليش بقى؟ لانه اليوم بالذات عنا مباراه سقريه بتريكس مع ابو احمد وابو غيث. امبارح غلبونا انا وخليل ولازم اليوم نرد اعتبارنا. الله وكيلك يا رغده، قد ما جاكرونا امبارح كانت رح تجيني جلطه. لا وفهم منا طلع ابو احمد على الطاوله لما طعماني ختيار الكبه صار يرقص، صار يرقص تقولي ربحان مليون ليره مو هيك؟ ايش هون الناس لك فظاعه، شو عقلكم صغير؟ قالوا بيقولوا النسوان بنص عقل، إيه قسما بالله بتطلعوا بربع عقل. ماشي الحال، مقبولة منك رغودة. بدك شي يعني؟ بدك تتأخر مثل عادتك؟ لا إن شاء الله ما بتأخر. رح أروح لقنه الدرس لأبو أحمد بأصول التريكس والترنيب والهاند وارجع سالم غانم بإذن الله. يلا باي باي روحي، السلام عليكم. الله معك، بالسلامة. عملك ما في روحة، ما خلينا حباب وصحاب يكون أحسن. ها نادي عم قلك بعدي عن طريقي، عم فهمك. ها ما رح بعيد لأنك بالفعل عم تنعطوش. شو عم بتقولي؟ شو؟ شايف بالبيت نغمة جديدة والله. ايه طبعا نغمة جديدة، لكن بدك ياني اخرس واسكت شي حلو والله، لك ترك الدنيا كلياتها وعشان يلعب الشدة. عيني انا هيك بدي اسهر والعب شدة كل يوم، عجبك عجبك، ما عجبك انطحي راسك بالحيط. الي انا عم بتقول هالحكي؟ ايه الي. ليش مين انت يعني، الاميرة ديانا؟ ليش نسيت شو كنت تقلي قبل ما نتجوز؟ ايه نسيت، شو كنت احكي يعني؟ كنت تقلي انا روح قلبي القعدة بالبيت والجو الاسري والكنكنة جنبرتي، ومتى ما تجوزنا رح ضل لزقان فيك ليل نهار. ايه صحيح،
بس ما قلت لك انه انا رح ضل لزقان فيك كل العمر؟ بعدين فكرك اذا حكيت لي شي كلمه قبل ما نتجوز رح تعتبريها قانون وتتمسكي لي فيه؟ يعني ليش انت مالك رجال وقت كلمتك؟ بلا رجال، وحتى اثبت لك انه انا رجال ليتني رايح لاسهر غصبا عن راسي. لا ما في روحه، فوت غير اوعيك بكون احسن لك. ها عم اقول لك بعدي عن طريقي احسن لك. ها ما رح بعد. ايه بعدي هيك. إلهي إلهي سيدي ومولاي، تخسر اليوم كل برتيات الشقة ويحملوك الديناريات كلياتهم. إن شاء الله بتاكل اختيار الكبة والأربع بنات يا رب. إلهي إلهي شي 40-50 لطش يكونوا من نصيبك، يطعمني ولا يحرمني يا رب. إن شاء الله ما بيجيك ولا جوكر بلعبة الهان وتحتار بأمرك. إلهي ترنبولك كل أكلاتك يا حق. إذا قلنا بنت البستوني أكلناها معناتها ألعب ألعب. يا عليك وهي البنت الرابعة احملها لقلك احملها. سجلوا ما اسمين. لك حبيبي ان طلعتوا ولا نزلتوا بدكم فت خبز لتصيروا بمستوانا. حاجة تبيض علينا حاجة. شو نسيت انك اكلت برتية معتبرة من يومين؟ لا ما نسيت، بس وقتها كنت مغير شريكي باللعب عم تخربط دوزاني. اي سيدي شفناك فوق وشفناك تحت انت وشريكك. ولك حبيبي خلصونا هلا، لا تلتهوا بالحكي وتضيعوا لنا الحماس. شو بدك تلعب خليل؟ الطوش الطوش تنعطى لطشه ان شاء الله. اكلنا 10 طوش وما حدا سمع علينا. صحتين وهنا على قلبكم، وتستاهلوا اكثر من هيك. حاش عليهم شريك، حاش لا ترحم حدا. لك ولا يهمك، معك شريك بياكل الاخضر واليابس. هاي جويسة الكبة. شو الحكي؟ دفشك على الارض ووقعي؟ لا هيك ما له حق انه معقولة تصل معه لهالمواصيل؟ يي اذا هيك يا محلى جوزي قدام جوزي. خلص خلص يلي راح راح حبيبتي خلص. هلا اهم شي شو بدنا نعمل هلا؟ لك كيف بدنا نكرههم بلعبة هالشدة ونخليهم يرجعوا يسهروا ببيوتهم مثل باقي خلق العالم؟ اي طبعا الا ما نلاقي طريقة. اوكي حبيبتي خلص، بكرة انا وياك بنجتمع على مهلنا وبنحكي اللي بدنا اياه، نتفق. اي اوكي اوكي حبيبتي، روقي روقي ماشي، تصبحي على خير. الله معك. أخي بصراحة أنتوا اثنين لعبكم ضعيف. أنا بقترح عليكم يا أما تعملوا دورات تقوية يا أما تضلوا تلعبوا مع ناس أقوية مثلنا مثلنا يعني مشان تستفيدوا منيح. حاجتك أبو أحمد حاجتك بلا بهورة، نحن طول عمرنا بنغلبك، هلأ طلع حساك هلأ طلع حسو. بعدين لسه ما ربحت لحتى تبلش تبيض علينا، لسه البرتية ماشية. يا سيدي قربت شغلتكم ما لها مطولة، يعني هلأ إذا أكلتوا ختيار الكبة بتطلعوا خالصين. إذا على كل حال انا الي كتاب بالسوق اسمه المختار في طرق تحميل الختيار، بقى يا ريت تطلعوا عليه بيكون احسن. لك حاجه لعم صدق هلا، شو رح حكي لي بلا طعمه؟ العاب انت تاني خيو ست خلصنا. العاب عمران شباب. طيب طيب وي ختيار الكبة. قمت للعب بازرة والشاطر ياخد بازرة، قمت للعب بازرة والشاطر ياخد بازرة. خلص وانت تاني عم ضربك منعت تلعب الا البستوني. شو بدي اسوي لك يعني؟ انت الحق عليك، انت اشرت لي على البستوني، ليك زتيت بستوني قبل لطشي؟ لا حبيبي ما حسرت، انا زتيت لك الديناري. ولك عم اقول لك بستوني، لك شو جاي تجذب علي انت؟ انا اللي عم بجذبها ولا انت؟ لك العمى بقلبك ما لك ترصص الورق قدامك؟ ولك اساسا انت هيك بتعمل دائما، كل ما بتخسر بتحط الحق على غيرك،
لك أنا صرت حفظانك عن ظهر قلب. أخي حاجة تتعاتبوا وحاجة تتناقشوا، أنتوا اثنين لعبكم أضرب من بعض. قلت لكم بدكم دورات تقوية، ما كنتوا تصدقوني. بس وين خليل؟ أنت مالك ذنب بنوب، الحق علي أنا يلي شاركت واحد من نمرتك. واحد من نمرتي؟ ليش من نمرتي؟ ما بها شيء، بس حضرتك ما عاد تعرف تميز بين الديناري والبسطوني، كأنه معك عمى ألوان. آمنت بالله على هالقصة؟ لك أنت اللي زدت البسطونية، أنا شفتها بعيني بسطوني. لا سيدي، أنا زدت ديناري. شو؟ عم قل لك أنت زدت بسطوني، ما في داعي تتلوحان. أنا لوح يا خليل؟ لا حبيبي، أنت بتطلع 60 لوح، فهمان ولا مالك فهمان؟ عم قل لك احترم حالك ولا تكبر حكي أحسن ما تندبها. أنت اللي لازم تحترم حالك وتسد بوسك وتخرس. العمى مو ناقصني إلا تنبحت عليه فوق منا. لا لا، هيك صار لازم وقفك عند حدك تضرب بهالشكل. شو تيس؟ أنا تيس يا دم؟ أنا خلق لك خلق لك خلق لك طولوا بالكم طولوا بالكم امتى اجيت من السهره امبارح؟ شو هاد اللي تحت عينك؟ ما في شيء، وقعت. وين وقعت؟ على الدرج. انو درج؟ انو درج يعني درج البناية. يا حبيبي انا بعرف انه اللي بيوقع على الدرج تنفكش رجله، تنلوي رقبته، تنكسر ايده يعني، بس مو بيزرق تحت عينه. انا وقعت على عيني. والله هي سمعة. تعرف أنا أول مرة بحياتي بسمع إنه الإنسان بيوقع على عينه. شو قصدك يعني؟ أنا كذاب؟ والله ما بعرف، اسأل حالك. جايني بوش الصبح، وشك ملخبط، وتحت عينك أزرق، وبتقلي وقعت على الدرج. إيش وشايفني بنت صغيرة عم تضحك علي يعني؟ حبيبتي ما وقعت على الدرج، ارتحتي هيك؟ لكن وين وقعت؟ ما وقعت من عين أصله، هالزرائي اللي تحت عيني ضربت بوكس. إيه هيك ها، حكي من الأول. أنت ومين اتضربت؟ أنا وخليل. أنت وخليل؟ مو على حساب أنت ويا رفقة عمر؟ بقى شو سبب الخناقة القاتولية؟ أكيد مشان الشدة، ما في كلام. لك هي مو خناقة، لك لا، كنا عم نمزح بس اتطورت معنا الأمور شوي. عم تمزحوا؟ إيش هو هالمزح الحماري هاد؟ شو بيعرفني؟ هيك صار. وأنتي بتعرفي إنه بلعب الشدة بصير شوية مشاكرة. بقى بالأول صرنا نجاكر بعضنا، بعدين انقلبت المجاكرة لشوية دفش ونعر، وشوي شوي ما لقينا حالنا غير نازلين سفق رائع ببعضنا. الله وكيلك دمينا بعضنا البعض، بس كله عم مزحها لأن الرفقة بيحبوا يمزحوا مع بعضهم حتى هيك يخلقوا جو. هلا انشفى قلبي والحمد لله. اجا من ياخذ لي تاري منك؟ تارك مني؟ ايش وقتلك ابوكي انا؟ بالله هذا اللي ناقصك. بس ما قلت لي مين اللي عامل لك قتله بالسهره؟ عامل لي قتله الي؟ لك انا ما خلقي اللي بيعمل لي قتله، فهماني؟ ايه قسما بالله لو ما خلصوه من بين ايدي كنت شركته تشريك. لمين؟ لعمران شريك النحس. يعني تخانقت انت وعمران وتضاربتوا ودميتوا بعضكم؟ هذا اللي صار. واكيد هذا الشيء كله بسبب الشدة. الشدة كانت السبب المباشر، ما بقلك لا، بس في اسباب بعيدة للموضوع. وشو هالاسباب البعيدة بقى؟ نورني. الاسباب انه عمران جئر وتنح وراسه يابس وما عنده جنس اللباقة، وانا اصلا من زمان قلبي مليان منه، وتحديدا لما طر نبلي شب السباتي. بس الحمد لله اجت على ايديها ورجليها. خي يا فرحة قلبي. شمتانة انت ما هيك؟ بدك الحقيقة؟ ايه ايه والله شمتانة. يعني فرطت المسبحة اخيرا؟ يا ستي فرطت. بتعرفي رغدة، صدقيني انا مو عاطي فرحتي لحدا. يعني صحي تضايقت لانه جوزي وجوزك تخانقوا، بس بنفس الوقت انبسطت لانه الشله فرطت وخلصنا من سهرات الشده ومشاكلها.
بس قلتك لامتى رح يضلوا زعلانين من بعض هيك؟ ما بتوقع هالشغل تطول، لانه خناقات الشدة مثل خناقات اولاد صغار، يعني بعد 4-5 ايام بينسوا كل شيء وبيرجعوا مثل الاول. ايه بس لا تنسي يا نادية انه هالمرة وصلت للضرب بيناتهم. ايه معناتها شغلة شهر زمان مو اكتر. بس يا رغدة مو هون المهم، المهم لما يتصالحوا وما يرجعوا للعب الشدة. معك حق، هذا المهم. بس تعرفي يا خوفي هلا يرجع كل واحد منهم يلاقي شلة تانية وترجع حليمة لعادتها القديمة. بيني وبينك كل شيء وارد، لانه رجالنا فاتوا بمرحلة الادمان للشدة. بس نحنا ما لازم نضل ساكتين، والمفروض نعمل شيء. مثل شو يعني؟ يا ستي انا بكره عازم ام احمد وام غيث لعندي على البيت مشان نفكر بطريقه مناسبه. بقى تعي انتي وشاركينا الاجتماع، لازم نوحد جهودنا لحتى نوصل للنتيجه. ايه والله فكره معقوله. امتى الاجتماع؟ الساعه 6 المساء. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ انا مستحيل صالح هالزلمه ولو طوبوا لي المرجه. شغلة مو مستاهلة يا عمران. شلون مو مستاهلة؟ خليل وجه لي كذا إهانة وكذا مسبة والطاول ورفع إيده علي وبتقول مو مستاهلة؟ يعني إمتى بتصير الشغلة مستاهلة؟ لما بيعوصني ولا لما بدقني شي خنجر؟ يا سيدي أنت كمان ما قصرت معه، يعني فيك البركة. بصراحة يا عمران أنتوا اثنين غلطانين، ونحن ما فينا نحمل المسؤولية لواحد منكم بمعزل عن الثاني. بقى خلينا نقلب صفحة جديدة، ويا دار ما تخلك شر. صعب يا جماعة صعب. أنا قلبي قفز من هالزلمة ويمكن ما يصفى قلبي من ناحيته طول عمري. لا يا عمران مو لهالدرجة، أنت الثاني لا تحملها كتير. لا سيدي بدي حملها، وإذا بتريدوا لا بقى تفتحوا لي القصة مرة تانية منوب حتى ما أخسركم تخسروني. هاي شغلة شخصية بيني وبين خليل ولا حدا يتدخل. إذا بتريدوا لا حدا يتدخل منوب. أعوذ بالله، شو عم تحكوا أنتوا؟ كل شيء له شغلة. المعنى؟ المعنى أنا قطعت عهد على نفسي طول حياتي ايدي ما تسلم على ايده وعيني ما تقع بعينه ولساني ما يحكي مع لسانه. يعني ما في نتيجة؟ ما في نتيجة نهائيا، ومن شان الله شيلوني من هالسيرة. لوين رايح؟ لوين رايح؟ عالتمساية. تمساية مين؟ لك شو بقي نسيتي؟ مو الصبح قلت لك انه قرايبه لأبو غيث توفى اول تمباري؟ ايه قلت لي، ايه نسيت بس. شو قاوي؟ شو؟ ما تبطلي العادة؟ يلا خاطري. الله معك. الله يسلمك. عاد نسيت عاد. هذا وليك معتي ما في عشي بعد. كيفك خليل؟ ماشي الحال يا عمران؟ قديش صار لنا ما شفنا بعض؟ يعني شي 20 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ليش هيك عملنا بحالنا؟ والله ما بعرف سيدي. الله يلعن الشيطان وغضبه. اللي أنت شو أخبارك؟ وطلعت على التقاعد من 4 سنين، واعد بالبيت أنا وهالمرة. جوزت أولادها؟ كلهم جوزوا. وأنت؟ أنا جوزت بنتي على كندا، وابني عم يشتغل بالخليج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أهلين حبيبي. أهلين حبيبي. أهلا وسهلا. معقول يا زلمة؟ معقول نقاطع بعضنا 20 سنة مشان سبب تافه يا خليل؟ شايف شو عقلنا خفيف شايف؟ قسما بالله يا خليل، نحن أجرمنا بحق أنفسنا، وأنا بصراحة ما رح سامح نفسي أبدا. ولا أنا. يا لطيف قديش ندمان على هالسنين يلي فاتت وما شفنا بعضنا. يا سيدي ملحوقة خليل، ولازم نعوض هالأيام اللي راحت. بالفعل المفروض من هلأ ورايح نشوف بعضنا كل يوم. شو رأيك نرجع نلم الشلة من أول وجديد ونفتح دوري جديد للشدة؟ حكيم ما بيقلنا تسلاية تانية غيرها. شو المانع منلعب شدة كل يوم؟ شو في ورانا يعني؟ إيه بس مو زدت لك ديناري تقوم تقلي زديت اللي بستوني؟ أنا ولا أنت؟ إيدي على راسك وبعرفك سادي، يوم تزديت اللي ديناري ولا بستوني؟ ديناري طبعاً. إيه لا اسمح لي إلك إنك غلطان، أنت ليلتها زديت بستوني مو ديناري. لا يا حبيبي ديناري زديت، أنت يلي غلطان. يا الله معقولة؟ بتضل متمسك برأيك من 20 سنة؟ وانت معقول تضل ميبس راس 20 سنة؟ انا راسي يابس؟ نعم يابس راسك انت، وايبس من الصخر كمان. لا زودت عمران، بالفعل انك حقود وقلبك اسود. انا حقود ولا انت يلي عنيد ومتزمت وبفرد شقفه؟ لا انا ما بسمح لك تحكي معي هيك، فهمت؟ ان شاء الله عمرك ما تسمح. ضربة تخلع رقبتك خلع ورصاص يلي رصك يا تيس. اخرس اخرس ولا حرف يا دب. ولك انا دب؟ واحد مثلك بيخرس. ايه بدي ورجيك قيمتك وقل عن ابو يلي نفضك. يظهر انك ما تربيت من القتلة اللي طعميتك اياها من 20 سنة، وجلدك لساته عم يحكك على قتلة تانية يا كلب. انا جلدي عم بيحكني؟ قسما بالله لا دعوسك برجلي دعوسي. انت ما دعوسي يا كلب، انت ما دعوسي. لك الله وكيلك مديرة المدرسة اللي عنا رح تعقدنا. ليش بقى؟ يا أخي عقليتها قديمة كتير، تقول من عام 1900 وخشبة، تقول عايشة خارج العصر مو هيك؟
ليش قديش عمرها هي؟ يعني هي مو كبيرة كتير، يعني بدك تقول بالستينات، بس وضعها الصحي كتير تعبان. الله وكيلك، مع وجع بالمفاصل وشقيقة، وبتحط نظاراتها السمك سمكن تبعات كعب الفنجان يعني، وإيديها بيضلوا بيرشفوا. الله وكيلك، إذا بدها توقع على البريد بتضل 3 ساعات هي عم تمحص وتدقق وتفحص وتتذكر. لك نحن بالصف إذا بدنا نغير السبورة منضل أسبوع عم نحكي بالقصة لبين ما حضرتها تقتنع وتاخد قرار. شو هالحكي؟ بالفعل هي مصيبة. طيب ليش ما حالوها على التقاعد لحد هلا؟ لك حاولوا بس ما قدروا، لأنه حضرتها بمجرد ما تدرى أنه رح يستغنوا عنها بتركض الكيد، بتعمل وصايت وبتمدد لحالها. مثل مديرنا بفرد شكل. هداك صار عمره 60 سنة ولساته متعمشق بهالكرسي عمشقة، وكأنه رح ياخده معه على القبر. لا، والمصيبة أنه معه سكري وضغط وتصلب شرايين وربو، يعني كل يوم بيبلع أكثر من 20 حبة. هذا طبعا غير لزقات الظهر وبخاخات الحلق. لا، والأنكى من هيك سمعه تقيل كتير، يعني بدك تصرخي بوشه وتدعقي حتى يفهم عليك شو عم تحكي. ولك عيونه ما عشا فيهن منيح. بفوت لعنده أمين المستودع بفكره رئيس الديوان، بفوت رئيس الديوان بفكره رئيس القلم، ومن 10 سنين عم تطلع عليه إشاعات إنه بده يطير، وما كان يطير، لساته مهدي على هالكرسي. العمى، شو هالمصيبة هي؟ لا بالفعل حاجته. ايه من زمان حاجته، مو من هلا. ليش أنا قديش صار لي موظف؟ يعني أنت يمكن صار لك شي 20 سنة، ما؟ لا ستي، هو أنت صادقة، أنا صار لي موظف 23 سنة، وبها 23 سنة ما شفت مدير عام غيره. شو يعني؟ يعني كل الأد خبرته ممتازة لحتى متمسكين فيه كل الأد؟ لا خبرة ولا بطيخ بسمير، قال خبرته قال. الله وكيلك، بعهده الميمون رجعت المؤسسة لورا 50 سنة، والخسارات عم تتراكم سنة بعد سنة، ورغم هيك كل سنة بيمددوا له لعدم وجود البديل. العمى، شو خلية البلد؟ نشفت الأرحام، خرطوا الخراط وقلب مات، ما كنت أفهم. اسمع، عم نحكي بنفس الموضوع، اسمع على الخبر اللي قريته بالجريدة. استقالة وزير. إن شاء الله يكون وزيرنا. حبيبي، خبر مو علينا، خبر عن النرويج. ليكو التانية، هلأ إذا استقال وزير بالنرويج أو يا ستي حتى رئيس الوزارة، نحن شو بهمنا بالموضوع؟ لك أنت استنى شوي، لأنه النهفة مو خبر الاستقالة. لك وين النهفة؟ النهفة بالسبب، اسمع شو مكتوب. استقالة وزير التربية في النرويج لأن أحد الطلاب قام بخنق بطة حتى الموت أثناء رحلة مدرسية. العمى، معقول وزير تربية يستقيل مشان بطة؟ بطة؟ فظاعة، شو قليلين عقل بالنرويج. يعني معقولة بطة بتطير وزير؟ بالعكس ناصح، بالعكس تماما. هدول ناس عندهم إحساس عالي بالمسؤولية، ممكن يستقيلوا مشان سبب مثل هذا. تعرف، وزير مثل هذا بيعتبر أنه سياسته التعليمية والتربوية فاشلة، وبيعتبر حاله هو المسؤول الأساسي عن موت البطة. قلتك كم بطة بهالبلاد العربية لازم تموت لحتى شي مسؤول يفكر يستقيل بسبب عدم كفاءته؟ كم بطة؟ يا حبيبي عليك، هاي الشغلات ولا بالمنام بتشوفها. لك بني آدمين عن جد عم يموتوا وما حدا عم يتحسواس. بالفعل، ما بتتذكر السنة الماضية كيف صار حريق بالمعمل عنا ومات على أثره 3 عمال؟ اليوم ما صار كل واحد يتنصر من المسؤولية الشكل ويرمي الحق على غيره، وبالنتيجة لا حدا استقال ولا حدا حس بالذنب ولا بتأنيب الضمير. جناب مثل طناب. أي روحوا يتعلموا معنى المسؤولية بالأول من هذا الوزير أبو بطر. لا، وبتذكر كمان عطفا على كلامك انه بمطالع الستينات استقال رئيس وزراء بريطانيا لانه انفقد حليب الاطفال بالاسواق 15 يوم. وباليابان كانوا ينتحروا اذا فشلوا بمهامهم. لا تروحي بعيد، سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه قال بما معناه: والله لو زلت قدم شات على نهر الفرات فغرقت لخشيت ان اسال عنها يوم القيامه. يا ستي تفرج، ماشي الحال، انا فايت نام. شو ما بدك تحضر المسلسل؟ لا ستي، احضري انت، صدت نفسي على سيرة البطة. صباح الخير. صباح خير يا مختار. صباح النور. اهلين استاذ ناصح. يا شلون الصحة؟ الحمد لله. الله يخليك. ما بعرف شايفك رايح، بدي اعمل لك زيارة صغيرة. تفضل. خليك. اهلا وسهلا. شو اخبارك استاذ ناصح؟ والله يا سيدي ملبوشين بهالشغل، شو بدنا نساوي؟ الله يعطيك العافية، مرني. دخيل عينك، بدي شهادة حسن سلوك لاخي الدكتور غزوان،
مشان معاملة السفارة. ايه طلع، هي شغلة سهلة كتير، هي ما بدها غير توقيع المختار وتصديق بالمحافظة. توقيع المختار؟ عفوا، ليش حضرتك مو المختار؟ كنت مختار، بس هلا صرت مواطن عادي مثلي مثلكم. اوه، ومن ايمتى هالحكي؟ من امبارح. طيب شو السبب؟ ليش سرحوك من المخترة؟ ما حدا سرحني، أنا قدمت استقالتي للمحافظة، لأنه بصراحة ما عاد عندي رغبة إنه استمر فوق هالكرسي ولا لحظة. شو السبب يا مختار؟ إذا بتريد أستاذ ناصح لا تناديلي مختار، ناديلي أبو أسعد بيكون أحسن. طيب حدا من أهل الحارة زعجك أبو أسعد؟ إيه والله يا أستاذ ناصح زعجوني كتير، وما بخبي عليك إني أصبت بخيبة أمل كبيرة كتير. خيبة أمل من شو؟ من أهل الحارة، صار لي 20 سنة عم بخدمهم لهالحارة ورعى مصالحهم، ما في جوازة صارت إلا وكان إلي يد فيها، ما في جنازة إلا وكنت أول المشيعين وعم باخد بالأجر، ما في مصلحة إلا وتمت على يدي، ما في مشكلة مرت بهالحارة إلا وكنت أركض فيها من محل لمحل ومن مكتب مسؤول لمكتب مسؤول لحتى حاول حلها. هذا طبعا غير شهادات حسن السلوك وسندات الإقامة وبيانات الولادة اللي عم طج ختمي فيها ليل نهار. بقى معقولة بعد كل التضحية والتفاني في سبيل الحارة هاي يكافوني بهالطريقة هاي؟ طيب فهمني أبو أسعد، شو القصة؟ شو صار؟ يا سيدي القصة وما فيها، إني لما طلعت من بيتي مبارح الصبح شفت لك شوفي بتشيب، بتطير العقل من المخ، بتخلي الواحد يهستر، يعني كأنه ما عاد في ناموس ولا ضمير عند أهل الحارة. خير أبو أسعد؟ شو شفت؟ الله وكيلك يا أستاذ ناصح، ما بزل عليك، شفت كيس زبالة مكبوب جنب الحاوي، بمجرد ما شفت الشوفة فار دمي وصار يغلي ويبقبق بعروقي بقبقة. قلت لحالي يا أبو أسعد أنت مختار فاشل ومو خرجك لهالمنصب أبدا، وركض دغري على المكتب، دقيت استقالتي وبعتها على المحافظة. هلا معقولة تستقيل مشان كيس زبالة مرمي برات الحاوية يا مختار؟ ليك والتاني على الحكي، ليش قالي لي هالقصة؟ يعني إذا منشان هيك سبب ما تحسوست على دمي واستقلت، منشان شو بدي استقيل؟ بس يا أبو أسعد بترجاك أستاذ ناصح لا تحاول، ما في شي ممكن يسنيني عن قراري هاد. أهل الحارة شكلوا وفد وجوا لعندي وحاولوا معي كتير، بس ما في فائدة لأني أخذت قراري وانتهيت. كيس زبالي هادي يا أستاذ ناصح رح يضل وصمة عار بمهنتي كمختار. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ يعني قرار نهائي؟ نعم قرار نهائي. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين وسهلين. المدير العام طالبنا لاجتماع طارئ. نحن بس؟ لا مو بس نحن، وكل الموظفين. خير، عرفت شو القصة؟ والله علمي علمك. وإمتى الاجتماع؟ هلا، يلا تفضلوا. طيب ماشي الحال، تفضل. تفضل. طبعا كلكم سمعتوا بالحادث المؤسف اللي وقع على صديقكم وزميلكم العامل البطل يحيى تمسيدي. يحيى تمسيدي جرحت اصبعته بالقطاعة الميكانيكية وسال دمه الطاهر فداء للشركة والوطن. طبعا دم زميلكم يحيى تمسيدي ما رح يروح هدر، والقضية ما رح ينسكت عليها أبدا، هذه القضية ما رح تمر هيك. دم يحيى تمسيدي الطاهر ما رح يكون رخيص أبدا، ولذلك لازم نوقف وقفة صادقة مع الذات، ونحدد بكل جرأة وشجاعة من هو المسؤول عن هذا التقصير، ومن هو المسؤول المباشر الذي يجب أن يتحمل هذه المسؤولية. الحادث قضاء وقدر. مهندس الصيانة هو المسؤول يا أستاذ. مدير خطة الإنتاج هو دي لازم يتحاسب. الحادث قضاء وقدر. اسمعوني يا شباب، نحن ما لازم نتهرب أبداً من المسؤولية ونشيلها عن كتفنا ونحطها على كتف غيرنا. أنا بقول
انه في مسؤول واحد فقط عن الحادث المؤسف اللي تعرض له يحيى تمسيدي. مين هو يعني؟ انا. نعم ايها الزملاء، انا المسؤول الاول عن الاذى والضرر يلي صاب اصبحت يحيى تمسيدي، وانا السبب الاول والاخير عن كل قطرة دم طاهرة سالت من أصبعت يحيى تمسيدي. أخي يحيى، هيا أنا عم بعترف بخطأي أمام جموع الموظفين الحاشدي، واسمح لي أقدم اعتذاري الشديد عن كل شي صار. أخي يحيى، أرجوك أنه تسامحني. بسيطة أستاذ، حصل خير. لا تغلط يا رفيق، إذا العامل البطل يحيى تمسيدي سامحني وعفى عني، فأنا من المستحيل إنه سامح نفسي. يا جماعة، أنا ضميري عم ينق علي ليل نهار، وبأكد لكم إنه ما عم بقدر نام الليل، ولذلك أنا قررت أقدم استقالتي. طول بالك أستاذ، الشغلة مو محرزة ابدا يا استاذ. وين بدك تستغل وتتركنا يا استاذ؟ معقول يا استاذ؟ لا تيتمنا الارجوع. رجاء اسمعوني يا جماعة، انا بعد اللي صار باصبعت اخي البطل يحيى تمسيدي يستحيل اقعد يوم واحد على كرسي المدير العام، لانه اللي بده يعمل حاله مدير عام ويقعد على هالكرسي ويتأنزع لازم يكون حريص على دماء العمال الشرفاء الأبرار. وإذا كنتوا بتحبوني وبتحترموني، لا تحاولوا إطلاقاً تخلوني أتراجع عن قرار استقالتي، لأنه هذا قرار أخير ولا رجعة فيه. أنا جماعتكم هون لحتى أودعكم، وقلكم كلمة واحدة بس، استروا ما شفتوا مني. صدقوني يا جماعة، أني تأثرت كتير اليوم بموقف المدير العام. كلياتنا تأثرنا، مو بس أنت. إيه أنا لولا شوي كنت رح أبكي وإشهق، خصوصي لما عبطوا ليحيى وطلب منه السماح. معقولة مدير عام وضرب وطرة يستقيل مشان هيك سبب صغير؟ السلام عليكم. وعليكم مروان. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ الحمد لله. شلون هالمستودع معك؟ زفت، يلعن أبو المستودعات وساعتها إذا ما رح تجيب آخرتي. لا، ليش عم تحكي؟ حيا يا أستاذ نصيح، أنا جاي أقدم استقالتي لحتى ريح ضميري وارتاح من هالهم بقى. شو الحكي؟ أنت كمان بدك تقدم استقالتك؟ أي نعم. ليش حبيبي؟ في عامل عندك بالظاهر انجرحت إصبعته؟ يا ريت يا أستاذ ناصح، يا ريت. الموضوع أخطر من هيك بكتير. خير خير إن شاء الله يا مروان، شو صاير معك؟ أستاذ ناصح، مثل ما بتعرف نحن من كم يوم خلصنا الجرد السنوي تبع المستودع. صحيح، عندي علم بهالشي. نتيجة الجرد طلع عندي نقص. شو هالحكي؟ وإن شاء الله قيمة المواد الناقصة مو كبيرة؟ مو مهم القيمة، المهم المبدأ. النقص نقص حتى لو كان بسمار. ما اختلفنا، بس شو ناقص عندك؟ كيس شمينتو. هلا كيس شمينتو بينحكى فيه انت التاني؟ اخ يا استاذ اخ، صدقني ما عم نعمل ليه، انه كنت اعرف وين راح كيس شمينتو عبس، ما في نتيجه. ايه شو ايه؟ ايه بقى معقوله بعد ما ضع كيس شمينتو ضل على راس عملي؟ وين صارت هي؟ انا مستحيل ضل بوظيفتي وانا ضايع مني كيس شمينتو، حتى لو بدي اضطر اشحن لقمه ولادي شحالي. يا مروان يا مروان، طول بالك، لا تتسرع، الموضوع بسيط وممكن يتعالج يا اخي. وإذا مشان كيس شميتو مندبر لك يا، ولا يهمك أخي مروان. إذا بدك عندي كيس شميتو بالبيت مو لازمني، هلا بجيب لك يا. عظيم كتير، معناها هالشغلة محلولة. لا سيدي مو محلولة، لأنه الموضوع مو موضوع كيس شميتو، الموضوع أني أهل للثقة اللي عطيتني إياها الدولة ولا مو أهلي، قد هالحمل أنا ولا مو قده. يعني اليوم نقص عندي كيس شميتو، بس بجوز بكرة ينقص عندي طون أو طونين، وهيك بتاخد إيدي على الحرام واللعب بالدفاتر. وإذا يعني لا تواخذني بهالكلمة، إذا كنت لساتني هلا شب وبدي أعمل داي غلط، بقى شو بده يصير بأخلاقي لما بدي أكبر؟
اكيد اكيد بده يصير يا نص محترف يا مواطن منحرف. بقى الله يرضى عليك يا استاذ ناصح، وقع لي طلب الاستقاله لحتى اقدمها للمدير العام، خليني اروح انضب ببيتي استرني. يعني قرارك هذا قرار نهائي؟ اي نعم نهائي سيدي، تفضل. طيب مثل ما بدك يا مروان. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. عفوا يا اخ. مور استاذ، وين موظف الصندوق اللي هون؟ والله اضطر يترك القوه ربع ساعه، اذا بتحب تفضل انتظره جوا ومنه بنكسبك فنجان قهوه. معلش يسلموا هالايدين، بنتظره هون. يعني معقول تضل واقف هون ربع ساعة مشان تدفع الفاتورة أستاذ؟ إيه، وليش مو معقولة؟ الله يسامحك يا أستاذ، يا قسماً عزماً ما يضرب موظف الصندوق إنك انتظرته ربع ساعة وعلى الواقف ليقدم استقالته هو الثاني. هو الثاني؟ عفواً ليش مين الأولاني؟ المدير العام، المدير العام قدم استقالته والكل طلع يودعه مشان هيك مسكر الصندوق. شو هالحكي؟ وليش قدم المدير العام استقالته؟ لأنه الكهرباء انقطعت امبارح عن حي التقدم خمس دقائق، ولهالسبب مديرنا ما قدر يتحمل هيك تقصير ابدا، واعتبر نفسه المسؤول الاول والاخير عن قطع الكهرباء، وقدم استقالته فورا، مو بس هو، مدير الشبكات ومدير الصيانه ومدير التشغيل كلهم استقالوا معه. شو قصه الاستقالات اليوم؟ شو صار بالدنيا؟ ناصح؟ خير؟ شو في؟ ما في شي حبيبي، بس قوم حتأخر على دوامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير. صباح النور. شو هالأصوات هاي؟ شو هالأصوات؟ مثل العادة بتكون شي سيارة وقعت بالجورة اللي بنص الطريق. وما استقال مدير عام الحفريات على أثر هالشغلة؟ يو، وليش لحتى يستقيل؟ يعني ما حدا استقال اليوم من المسؤولين؟ لا حبيبي، من امبارح لليوم ما حدا استقال غير هذا الوزير النرويجي ابو البطة. غريبة، ليش ما عم يستقيله؟ هلا قلي، بدك تساوي ورقة حسن السلوك لاخوك ولا ما بدك تساويها؟ اهلكني بالتليفونات. يا ستي رح اساويها، وهلا انا نازل على الشغل بمرق على المختار. بس انت جهزي لي الفطور الله يرضى عليكي. قوم حبيبي قوم، الفطور جاهز. يلا صباح الخير ابو اسعد. صباح النور. من امتى بتناديني يا ابو اسعد؟ شو نسيت اني مختار الحاره؟ عدم مؤاخذة مختار. ايه تفضل تفضل ارتاح. لا معلش يا مستعجل، بس الله يخليك بدي بمعيتك ورقه حسن سلوك لاخي الدكتور غزوان. ايه تكرم عينك، انت والدكتور غزوان معك هويه اخوه؟ ايه معك، تفضل. مختار؟ نعم. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. انت كم سنه صار لك مختار؟ يعني بدك تقول شي 20 سنه، ليش عم تسال؟ طيب وبهال 20 سنه ما فكرت ولا مره تستقيل؟ استقيل؟ شو جنيت انت؟ ولك حبيبي انا حطيت ما فوقي ما تحتي لحتى صرت مختار، وبدك يعني بالاخير استقيل؟ متت 100 موت لحتى قعدت على الكرسي. قال استقيل قال.